صباح النور جوزيف. صباح الخير. حلو، عايشين الوضع احنا اليوم كما تقريبا موسم الصيف دائما يكون عنا على الاقل عرس واحد انه يكونوا حاضرين فيه. ما هي ابرز الخطوات ربما الى الرقصه الاولى للشركه؟ هلا اليوم حبينا نقدم لكم هذه الفقره مثل ما حضرتكم ذكرتوا، لانه موسم اعراس هلا. صحيح. وكل عرسان بيكون همتهم يتمرنوا ويتدربوا للرقصه الاولى مثل ما بدققوا بالتفاصيل الصغيره بعرسهم. صحيح. فهذه تعتبر شق كثير مهم بالعرس ضمن عرسهم. وبناء لرغبه المشاهدين طلبوني انه ارجع اعمل فقره ثانيه، فحبينا نعمل هذه الفقره مره ثانيه تساعدهم بحركات بسيطه. نعم. بتسهل عليهم الرقصه الاولى، ما تكون كثير حركات معقده. يعني حيالله شخص لا لو... بس ضروري الحمله والبرمجه. اكيد اكيد. على كل حال، الرقصه الاولى دائما ما تقترن مع الاغنيه الخاصه بالشريكين، هل هذا اكثر رواجا ام انه انتم عم تنصحوا رقصات معينه لتسهيل الامر؟ هون مثل ما حضرتك عم تقولي، ضروري ينقوا الشريكين غنية بتعني لهم هن بحبوها، سواء كانت عربي اجنبي. فيهم يعملوا ميكس بين، يعني تكون مثلا، هلا بدي اعطيهم نصيحه كمان، انه تكون ماكسيموم وقتها ثلاث دقائق. يعني اكثر من ثلاث دقائق بتصير شوي ممله للمعازيم. صحيح. تكون شوي مدروسه، وكثير مهم انه تكون الاغنيه هن بحبوها. يعني وقتها تكون اكيد لتكون هيك بتحمل من تعني لهم. يعني يمكن غنيه وقتها كانوا خاطبين كانوا يسمعوها كثير هيك مثلا. صحيح. لانه هون شو بيصير؟ بيجوا كثير عرسان لعندي بصيروا يقولوا مش عارفين شو بدنا نرقص على اي غنيه. حلو. مرات بيتخانقوا من قبل العرس على الغنيه. او بكونوا ضايعين بالاحرى، مش عارفين شو بدهم يرقصوا. نعم. انا بوجههم انه شوفوا شو اغاني، يعني مثلا انتم تذكروا هيك بالميموريز تبعولكم شو الاغاني اللي كانت تعني لكم، فيكم تحطوها تكون ضمن الرقصه. بيني وبينك بيكون اكثر العريس ما بده يرقص. صحيح. صحيح. وهون لازم يتعاونوا هن مع بعضهم بالرقصه. بنعرف نحن بالكافل دانس الشاب هو اللي بيعطي ليدر، بس انا لانه العرسان بيكون ما عندهم، اكثريه العرسان ما بيكون عندهم خلفيه رقص، ف يعني هن يذكروا بعضهم بالحركات بس من دون ما يحكوا. هذا موضوع كثير مهم. هلا نعطيهم هدول الحركات بيقدروا يستعملوهم، وبيقدروا يعملوهم مقاطع من هيدي الستبس، يعملوهم كوبي بيست على حياة الغنية بيزبطوا. يلا خلينا نتعلموا. اوكي. عم بلش اول شيء، اكيد نكون عم نمشي كوننا عم نعتبر حالنا انه عم نقوم عن الطاولة اللي كنا قاعدين عليها. بنبلش اول ستيب، الشاب والصبية نفس الشيء، نفتح نسكر، نفتح نسكر، نقرب على بعض ايدينا لفوق، نرجع عم نبرم. كثير مهم الاي كونتاكت، بنعيدها هي ذاتها. اوكي. اوبن. هيدي هي جوزيف، شايفينها بكل اعراس. حركات سهلين. اوكي. هلا تفتح العروس الصبيه لهونيك، بترجع بتوقف بتصير بروفيل، هي فيك تستعمليها. اوكي. تنزل لتحت، بترجع بتقرب لعندي. هون، نرجع لورا، هلا بنلقط ايدين بعض، وبنعمل الحركه بشكل انفينيتي او 8. اوكي. وبنبرم اكيد طلع ببعض هون. اوكي. على ثاني ميله سهلين، وما بيلبكوا العروس والعريس. هلا بتصير قدام بعض. جميل. فوق كمان نفس الشيء، ثاني ميله. اوكي. هلا بناخذ هالبوزيسيون يلي هي مانا فالز، لانه الفالز بتطلب منهم تكنيك وبصيروا يتلبكوا كيف بدهم يعملوا الحركات. ايدي يكوعي على بعضهم بشكل ايدي لفوق، وبنصير نروح يمين شمال يمين شمال، وبنبرم فيها نعملها مرتين. اوكي. هيك بس بكونوا يعني كشكل لائق ضمن الرقصه الاولى، وحركات كثير سهلين. اوكي. الاتيتود تبع العروس كمان والعريس كثير مهمه. هلا بتفتح العروس لهونيك. جوزيف الموضوع هذا يسبب الارتباك للعريس ربما شوي صغيره. ما في شيء يعني محطة. انا ما جربتهاش وحسيت بالارتباك يعني. لا الله لا. يستر. هلا هون نحن عم نعطيهم غنى بالحركات، هن بيقدروا ياخذوا مقاطع، اكيد بنترك لهم مقاطع من الرقصه، بنترك لهم الحريه انه يرتجلوا كمان بمحلات معينه. انا هدي بس هون حسب العروس والعريس قد ايه هن. اوكي. هلا الحملة، في الحملة رح تبرم، انا رح انزل معها ضروري كثير مهم، هي بتساعدني ساعتها بتكون
اوكي نحن الاهل العريس اوكي نحن اهل العريس العدد ضروري ضروري من بعد كل حمله يكون في بوز لانه هو بيكون تعب وهي بتكون تعبت اذا عملنا حركه من بعدها دغري معقوله يدوخوا شوي اوكي سو العروس هون اوكي من بعدها هذه الحركه بتدخل ضمن الفالز حط ايدينا هون الصبيه ايدها اليمين والشاب ايده الشمال هلا من ايده اليمين كمان بنقرب لقدام لورا ونبرم نرجع بنبدل ايدين قدام ورا نبرم هلا بدنا نمشي دائره مثل هيدي السيت انا بدي امشي يمين اذا تمشي كمان حط ايدينا هون فين يكونوا طوال يعني الحركات فين يكونوا كلهم عم نطولهم اوكي رح نعمل بعد حمله اخيره نعم الشاب رح ينزل لتحت والعروس او الصبيه رح تعطيه بوش لفوق هني بدها تساعده اذا هي ما ساعدته هو ما رح يقدر يحمله اوكي حلو ينزل كمان معه اوكي بالاخر نبرم نبرم والحركات هون بالايد هون بعيني مشكله بصير يلقط العريس مثلا ما بيعرف هو ضروري تكون ايده مفتوحه وقت بده يبرمها هو انا عم بضرب رمى في ابرمها كذا مره اصبعين اوكي وننزلها لتحت هلا فينا نعمل رح نتبعها هلا مع الموسيقى صحيح يا احلى اقنعتونا يعني للحظة حسينا انه في بعرس حقيقي جميل جوزيف شكرا لك حلوة على الاخر الخطوات اللي قدمتها واكيد انه ربما الكثير من المشاهدين يستفيدوا جدا من مثل هذه الخطوات اذا قادمينها على هالموضوع وبنوعدهم انه مثل ما شفناها منا صعبة كثير مع شوية تركيز بيتعلموا الرقصة الأولى المثالية شكرا لك مدرب رقص جوزيف سلوم على هذه الفقرة شكرا لك مرة أخرى جوزيف